صار يومين دا أفكر إنه أشتري عدسة أو عدة عدسات الصراحة، فكانت ببالي، فكنت دا أقلب على اليوتيوب وأشوف هاي العدسة إمكانياتها، أقول الله لو عندي هاي العدسة شنو ممكن أسوي بيها، شنو ممكن أطلع بيها من صور، الله لو عندي هاي مثلا المعدات شنو أقدر أسوي فلان شغلة وأسوي فلان شغلة. فأحس الكسل اللي عندي اللي بداخلي يحاول يرمي إنه ثقله على أشياء ثانية، وبالحقيقة إنه إحنا كل شيء نقدر نسوي، بس هو الكسل اللي يخلينا نطلع أعذار نفسنا حتى ما نسوي هاي الأشياء اللي ممكن تكون كلش حلوة بحياتنا. بس اليوم حبيت أسوي تحدي لنفسي وقلت إنه من أبسط الأشياء أعتقد أقدر أسوي في الشيء، لذلك راح أسوي من الموبايل اللي بجيبي، اللي كل واحد كل شخص تقريبا على هذا الكوكب اليوم عنده موبايل، وأيا كانت إمكانيات هذا الموبايل فأعتقد إن إحنا نقدر نسوي في شيء من عنده حتى لو كان بسيط، مو بشرط إنه يكون احترافي، مو مجرد إنه نرضي نفسنا. فراح أتحدى نفسي، وبهذا الجو طبعا الجو كلش مزعج اليوم ومطر وهواء، بس أعتقد هذا راح يصعب التحدي ويسوي أجمل. فخلينا نشوف. الفكرة أنه لازم أسوي صورة أنزلها على الانستغرام أو على الفيسبوك، وصورة تنزل على الستوري طبعا راح أنزلها مباشرة، وفيديو قصير يعني حتى لو مدة 30 ثانية أو أقل. المهم أنه من أي شيء، من شيء بسيط اللي موجود بجيبي يومية واستخدام يومي و24 ساعة تقريبا موجود وياي، شنو أقدر أسوي وأثبت لنفسي أنه أني ما محتاج معدات غالية حتى أسوي فالشي اللي أحبه. طبعا المرحلة الأولى من التصوير وأي شيء أنه أريد نصوره، الأفضل أنه تسوي لك وقت أنه تختار لوكيشن كل شيء. الصراحة اختاريت أنه يكون المكان هاي الغابة بما أنه هي مغيمة وهاي، فحبيت انه يكون الاجواء يعني هيجي شتويه على خريفيه، ف طبعا الهواء كلش قوي بما انه الغابه حلوه كلش حلوه، قررت الجو ونشوف مثلا مناظر وبنبدا نصور. طبعا العدسه هسه انترست مطر، احب الجو هسه اخذ تقريبا لقطات من البلم. حتى تكون ايدنا ثابتة اكو هواي شغلات سووها او ادوات صنعوها، اللي هي الجيمبل اللي يعني اللي يساعد على التوازن، صنعوا للموبايل وصنعوا للكاميرات الصغيرة والكبيرة، بس حتى تطلع صور حلوة انت ما محتاج هذا الجهاز، انت محتاج تكون صبور وتكون ثابت، تلزم ايدك ثبات معين حتى انه او توقف، مجرد انه توقف وتكون حركتك تكون بسيطة كلش، يعني هي حركة يعني طبيعية مال ايد، يعني بدون ما انه انت تحركها راح تطلع صورة كلش حلوة، مو شرط انه انت تتحرك وهاي ولا. نقطة أخرى بالتصوير أنه حتى خصوصا تصوير الفيديوهات، أنه حتى يكون تصوير ممل أنه ما تركز باللقطة لمدة طويلة، يعني المشهد أو اللقطة اللي قاعد تصورها من تسوي لها تعديل لازم تاخذ معها أجمل بشي، يعني قد تكون ثانية أو ثانيتين وتقلب على اللقطة اللي وراها تكون أحلى، يعني حتى لا يكون أكو ملل بالمتابعة، يعني المتابع من يشوفك تاخذ هاي اللقطات ما يمل يعني من الفيديو مالتك، يكمل للاخير. فضروري انه تكون اللقطه المناسبه وقصيره قدر الامكان. مرات نحاول ناخذ صوره بس ما راح تكون كلش حلوه مثل ما احنا كنا متخيليها، السبب انه ممكن احنا اختارناها مثلا انه انا قررت اخذ صوره للشخص او لازم اخلي هذا الشخص بالنص بس ما عجبتني كلش، لانه لازم نجرب تقنيه ثانيه، لازم نختار زاويه ثانيه، مو الا مباشره يعني انه تكون بزاويه، لا تحاول تاخذها من طريقه يعني غير مباشره
زاوية جانبية مثلا أو جوا فوق، لحد ما تأخذ صورة أنت تكون مقتنع بها 100%. المهم أنه يكون الشيء اللي تريد تأخذ له صورة أو الفيديو أو في شيء يكون من ضمن الإطار الكلي اللي أنت سويته. تقريبا أخذت الصور اللي أحتاجها رغم أنه هي كلش قليلة، بس الوقت داهمني فحاب أرجع للبيت وحاول أنه نقعد أعدل على أقل الصور وبعدين الفيديوهات ونشوف النتيجة شو راح تكون. إن شاء الله تكون حلوة. أوكي، هسه نرجع للقسم الثاني اللي هو التعديل والتنزيل. طبعا التصوير ما أخذ معي أكثر من نص ساعة، لكن التعديل أخذ معي تقريبا 3 ساعات، بين عدلت صورة للستوري وصورة نزلتها على إنستغرام، وفيديو كنت بقرر إنه يكون 30 ثانية بس سويته تقريبا 1 دقيقة. كلهن عدلتهم كملتهم، ما راح أشوفكم الخطوات شلون عدلتهم وكملتهم، بس راح أشوفكم الصور تقريبا قبل وبعد، وانتوا راح تهتمون. وإذا تحبون تشوفون صور مثلا اللي نزلتهن راح تقدرون تشوفون على إنستغرام، واتي راح أخلي لكم الاسم هنا أو تلقوه بالصندوق الوصف، تقدرون تشوفوهن على الستوري بالهايلايت مال يوتيوب. خليت صورة وصورة على الانستغرام يعني العادي، تجون على الصفحة الرئيسية مال انستغرام واتي. هذا تشوفون على اليوتيوب تاخذون تقريبا اخر وحدة. طبعا هي صورة انا كنت منزلها مسبقا، فراحت الصورة حاليا، فهي هاي الصورة حاليا. طبعا صورة كلش عادية طبيعية ما بها اي شيء مميز، مجرد انه شفت فشي حلو بالقاع، مي وهالسوالف، والقاع كانوا مجدديها، فكانت ماطرة الدنيا، فكانت اكو يعني قطعة من المي وصورتها. فراح اشوفكم صورة قبل، هاي قبل وهاي بعد، شوفوا شلون الفرق. يعني تعديل بسيط غير الصورة تقريبا نهائيا. يعني ما حاولت ما اضغط هواي على الالوان. بالنسبة للصورة الثانية هي هاي، طبعا أنا ليش اخترت هاي الصورة ما أعرف، أنا حبيتها شفتها في شيء مميز ما أعرف، يعني حسيت إنه أكو في شيء وراء هذا البيت، يعني شلون واحد يمصور من خلال الكواليس، فحبيت المنظر مالتها. طبعا الأجواء كانت كلش حلوة ومناسبة، فهاي الصورة طلعت عندي. فهم أنا راح أشوفكم قبل وبعد بالنسبة للصورة. بالنسبة للفيديو اللي سويته، طبعا فيديو عادي، يعني قلت لكم هذا التصوير كله تعسره، يعني بدون تخطيط بدون افكار بدون اي شيء، مجرد هذا الفيديو اللي صورته، نزلت من السيارة رحت هذا المكان اللي هو اقرب مكان بالنسبة لي. طبعا انا ما احب اصور هيك نوع من الفيديوهات، معظم الفيديوهات اللي اشوفها بالقناة مالتنا انا وزوجتي تكون فلوجات ان سفر وفشي يعني او اكل او هاي، يعني ما احب اصور هواية يعني لاندسكيب او هيك اشياء. هذا كان تقريبا يمكن اول مرة اصور هيك، هاي النتيجة طلعت بصورة سريعة يعني بدون تخطيط بدون اي شيء مثل ما قلت لكم. شوف الفيديو وان شاء الله يعجبكم، وهذا اول فيديو تقريبا اصوره، تقريبا شنو اكيد 100% انه اصوره ب 2020، وان شاء الله راح تكون فيديوهات هناك اكثر. ما وعدكم مثل ذي المرة لانه مشاكل الحياة او مو مشاكل يعني ارتباطات الحياة مرات ما نخلينا انه نكون متفرغين لهيك امور اللي هي هوايات وامور اخرى. المهم ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وان شاء الله استفاديتوا، ولا تنسون تشتركون بالقناة وتتابعونا على الانستغرام، وبس سلام.